بعد الماتش ده طبعا بيتسو موسيماني منح اللعيبه 48 ساعه راحه سلبيه وهيرجعوا ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم بكره باذن الله. طبعا بالنسبه لمباراه النهائي فالاهلي بينتظر لقاء العوده بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر لتحديد مين اللي هينافسه في نهائي دوري ابطال افريقيا. تعالوا بقى نتكلم عن بيتسو موسيماني لان الحقيقه كان ليه بصمات ملحوظه جدا في هذه المباراه، يعني مثلا تفصيله زي تظبيط الفنيات، الجمل الهجوميه، اللعيبه عارفين يلاقوا بعض في الملعب وعارفين يهاجموا مع بعض وعارفين يدافعوا مع بعض، طبعا الكلام ده الى جانب فنيات ثانيه كتيره جدا كانت ملموسه وكلها طبعا اتقالت في معظم الاستوديوهات التحليليه، لكن ما نقدرش ننكر ان بيتسو موسيماني نقدر نقول ان هو دعم روح الفانيلا الحمراء عند كل لعيبه النادي الاهلي وخلاهم يلعبوا بشخصيه الاهلي الحقيقيه في الملعب، يعني احنا بالفعل عندنا لعيبه على اعلى مستوى، موسيماني دعم فيهم تفصيله الروح واكد على استمتاعهم بالكوره، كلنا شفنا اللعيبه يعني بيلعبوا بمنتهى المزاج، مش بس بيخوضوا مباراه او يعني شبه نهائيه او حاسمه في بطوله كبيره وبس، لا شفنا ان في كمان اداء ملفت جدا للنظر في حاله مثلا مروان محسن، حسين الشحات اللي رقص مدافع الوداد والحارس وسجل هدف، اقل وصف ليه انه هدف عالمي، اداء اليو ديانج الحقيقه في نص الملعب اللي ما اداش لاي حد فرصه انه يكمل كره من لاعبي فريق الوداد. طبعا كانت تفاصيل كتيره جدا، كل الاهلاويه اللي كانوا قاعدين بيتفرجوا على الماتش كانوا مستمخين كده زي ما بيقولوا. طبعا الاريحيه زادت بعد الهدف العالمي لحسين الشحات، الحقيقه هدف ولا اجمل ولا اروع، وكان في لقطه لطيفه جدا بعد نهايه المباراه، فضل حسين الشحات مستني يعني ما دخلش مع بقيه لعيبه الاهلي، فضل قاعد مستني بيسلم على كل لعيبه الوداد وخاص بال ما تفهميش بقى هل بالاعتذار يعني، قال له قلبي عندك، المدافع اللي هو رقصه في الجول اللي جابه فكانت لفته برضه، روح كانت روح جميله. واليوت ديانج انا من وجهه نظري المتواضعه جدا يعني كان عامل شغل عالمي بصراحه، لعب بطريقه محترفه.